السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتحدث عن معجزة الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. كل الناس تعرف العسل، كل الناس تعرف فوائد العسل، كل الناس أو الأطباء يتحدثون عن فوائد العسل، وهذا شيء لا يختلف عليه أحد، لكن لم يتحدث أحد عن هذه المادة بالقدر الكافي اللي نعطي هذه المادة حقها. هذه المادة الغذائية رائعة ورخيصة المتوفرة في كل البلدان العربية واللي فيها فوائد علاجية لا تعد ولا تحصى. ما هذه المادة؟ هذه المادة هي زيت الزيتون. زيت الزيتون أخواني الأحباب فيه فوائد علاجية لن تصدقها، وكما قلنا لكم أخواني الأحباب، الله سبحانه وتعالى ذكر العسل في القرآن الكريم مرة واحدة ولم ينتبه أحد إلى أن الله تعالى ذكر زيت الزيتون والزيتون في القرآن الكريم 7 مرات، 6 مرات صراحة ومرة واحدة بإشارة قرآنية. هذا الزيت أخواني الأحباب نتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة، ونقوم بذكر 3 مواد وثلاث مكونات مهمة موجودة في هذا الزيت. المكون الأول اللي هو البوليفينولز مضادات الأكسدة، المكون الثاني مادة نسميها الألوروبين، المكون الثالث مادة نسميها هيدروكسي تايروسول. هذه المواد سجلها أمك، لأنه هذه المواد أجريت عليها أبحاث لا حصر لها. ماذا يفعل زيت الزيتون ولماذا هو مهم جدا 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 لصحتك للوقاية والعلاج من الأمراض؟ زيت الزيتون أخواني الأحباب يرفع مناعة الجسم. زيت الزيتون يقوم بتصليح المشاكل التي حصلت في المفاصل، جماعته روماتويد روماتيزم، كل مشاكل المفاصل يعيد للمفاصل قابليتها على تكوين نفسها من جديد. يعمل عملية الهايدريشن للجلد، الناس اللي مهتمة بجلدها وتأخذ كولاجين وتأخذ هذه الأشياء، زيت الزيتون من أفضل الأشياء اللي ممكن ينفع الجلد بالذات للنساء، ويصفيه من الهالات السوداء، من النمش، من البثور، من حب الشباب للشباب في سن المراهقة، ويجعل بشرتك يعني وبشرتك رائعة جدا. زيت الزيتون هذه المادة اللي تكلمنا عليها مادة الهيدروكسي تايروسول، نبدأ بهذه المادة. هذه المادة أخواني الأحباب لو كان هناك، وأنا قلت لكم لا يوجد شيء اسمه حوارق للدهون، لو كان هناك مادة في هذا العالم تحرق الدهون فهي هذه المادة. نحن نسميها فات فايتر، يعني محارب الدهون، في نسميها بالتسمية الطبية. لماذا نسميها بهذا الشكل؟ لأنه عندما تأكل زيت الزيتون وتدخل هذه المادة إلى جسمك، تتعامل مع جسمك بهذه الطريقة، تقول لا، أولا أنت لست بحاجة أن تخزن جحوم، ثانيا تقوم بخفض هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون السترس، وتقوم بخفض نسبة الانفلاميشن بالجسم اللي هو نسبة الالتهابات، فيحس جسمك بالراحة فيبدأ بحرقة شحوم لأنه هو لا يحتاج لها، لا يعود يعني يفكر بهذه الطريقة أنه أنا في حالة حرب، في حالة يعني متضرر، في انفلاميشن، في التهابات، لذلك يجب علي أن أمسك بالشحوم حتى أستخدمها في وقت العازل. لما تأكل زيت الزيتون بالذات هذه المادة هيدروكسي تايروسول، تقوم بإخبار جسمك بأنه لا داعي أن تخزن الشحوم وتعامل معها بشكل طبيعي. ثانيا هذه المادة لها قابلية على أن تعدي الحاجز الدماغي اللي هو احنا نسميه blood brain barrier، اللي هو لا يستطيع أي مضاد حيوي أنه يعدي، ولا تستطيع حتى الكثير من المعادن الثقيلة أنه تعدي هذا الحاجز. هذا الحاجز بالضبط أخوان الأحباب مثل مادة السيليفون، عملها الله سبحانه وتعالى لحماية الدماغ من الأشياء المؤذية اللي نأكلها، لأن الدماغ خلايا غير قابلة للتجديد. هذه المادة من مضادات الأكسدة اللي لها القابلية على أن تعدي حاجز الدماغ وتقوم بتصليح الخلايا وتدعم ذاكرتك، ويعني تجعل دماغك يعمل بأعلى طاقة ممكنة. أخواني الأحباب المادة الثانية هي مادة الأولوربين. مادة الأولوربين أخواني الأحباب أيضا من مضادات الأكسدة. إيش هاي المادة بالضبط تعمل بالجسم؟ هناك جراح مشهور اسمه ستيفن غاندوي، هذا الجراح عمره الآن في 70 سنة، يعني كان مقابلة قبل كم يوم معاه ويعني احتفل بعيد ميلاده رقم 70. هذا الجراح أخوان الأحباب هو أكثر جراح عمل عمليات قلب مفتوح في العالم، عمل 10,000 عملية قلب مفتوح في العالم. هذا الجراح أخوان الأحباب واللي دائما يعمل عملية الباي باس، عملية فتح الشرايين المغلقة اللي فيها بلاك أو بلايك، هذا أخوان الأحباب الجراح بعد أن عرف فوائد زيت الزيتون قرر أنه يستقيل من مهنته.
لما سئل هذا الجراح لماذا استقلت من مهنتك، قال لأنه هناك حلول ثانية نستطيع فيها أن نفتح الشرايين المغلقة اللي قام الكوليسترول والكالسيوم بسدها من الداخل وسبب لنا الضيق وسبب لنا المشاكل اللي تحدث في القلب. قال هذا الطبيب أن هناك حلول ثانية نستطيع أن نعملها للناس تقوم بإزالة هذا التكلس اللي حصل بالشرايين بدون ما نعمل لهم عمليات جراحية. لذلك يعني لأنه عنده ذمة وعنده ضمير استقال من مهنته كطبيب كأشهر طبيب جراح في العالم، والآن هو في عيادته يعالج الناس فقط بالنظام الغذائي بدون أن يعطيهم أي علاجات صيدلانية. هذا المادة أخواني الأحباب مادة الأولوربين، لما تدخل للجسم لما تأكلها مع زيت الزيتون تقوم بتغطية الشرايين من الداخل والأوعية الدموية بالضبط مثل قدور التيفال، لما تيجي تقلي عليها ما يستطيع شيء أنه يلصق عليها، تغطيها بمادة مثل مادة التفلون فتمنع التصاق الكوليسترول، تمنع التصاق الكالسيوم، تمنع التصاق كل المواد المضرة في داخل الشرايين بجدران الشرايين، وتقوم أيضا بعملية إزالة الانسداد الموجود بالشرايين. زيت الزيتون أخواني الأحباب عملوا عليه دراسة لمدة 5 سنوات، هذه من أطول الدراسات اللي عملت عليه في إسبانيا، دعمها الاتحاد الأوروبي كله. جاءوا بمرضى عمرهم فوق 60، قسموهم إلى 3 مجموعات، مجموعة قالوا لهم تناولوا الميديتيريان دايت اللي هي النظام الغذائي اللي يتناولوه في حوض البحر الأبيض المتوسط، المجموعة الثانية ولكنه قليل الفات يعني حطوا فيه دهون قليلة جدا، المجموعة الثانية أعطوها نفس النظام الغذائي ولكن يعني ما غيروا شيء بالنظام الغذائي، قالوا لهم تاكلون كل يوم مكسرات اللي هي جوز وبندق، المجموعة الثالثة قالوا لهم كل أسبوع تشربون أو تأكلون مع نظامكم الغذائي ما لا يقل عن لتر كامل من زيت الزيتون، وهذا أخواني الأحباب لتر كامل يعني كل يوم 10 ملاعق طعام، وهذه كمية هائلة جدا يعني، وكل ما ينتهي اللتر تجيبون العلبة أو البطل اللي أعطنا لكم إياه المصنوع من الزجاج للعيادة نملي لكم إياه وترجعون حتى نتأكد أن أنتم تستخدمون زيت الزيتون الصافي الأصلي الفيرجن المعصور على البهارات. بعد نهاية 5 سنوات إيش كانت النتيجة؟ المجموعة اللي كانت على زيت الزيتون انخفض عندها أمراض القلب بنسبة 35%، اللي كان عندهم مشاكل في القلب أزمات قلبية قلت بنسبة 35%، النساء اللي كانت مشاركين في هذه المجموعة قلت نسبة الإصابة عندهم بسرطان الثدي بنسبة 80%، وهذه نسبة هائلة أخواني. كل المجموعة اللي كانت على زيت الزيتون صار عندها تحسن بالذاكرة، يعني صارت ذاكرتهم أفضل من قبل 5 سنوات، يعني كأنه رجعوا شباب. المجموعة اللي كانت على المكسرات أيضا حصل معاهم نفس الشيء ولكن أقل قليلا، يعني زيت الزيتون أفضل. المجموعة اللي كانت على اللوفات كما يقول لك الشفات والمدربين في الجيمات أنه كل دايت قليلة الدهن وهو ما يعرف إيش راح يعمل بجسمك، حصل عندهم الآتي: زادت أوزانهم، قلبهم والمشاكل القلبية اللي كانت عندهم أصبحت متفاقمة أكثر، وذاكرتهم أصبحت أضعف، وحصل عندهم تجاعيد في وجههم. حتى تعرف أخي الحبيب إيش معنى زيت الزيتون. زيت الزيتون أخي الحبيب أنصحك بأنه تأكل من عنده كما في هذه الدراسة كل أسبوع ما لا أقل عن لتر كامل، ولا تخاف ما راح يزيد وزنك. صدقني لو استبدلته لا تغير أي شيء في نظامك الغذائي، فقط ابتعد عن السكر للنسوم كما قلنا، استبدل زيت الطبخ بزيت الزيتون. الآن أخواني الأحباب الخرافات اللي تشيع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقول لك إنه زيت الزيتون إذا قليت به راح تحول إلى مادة سرطانية لا أصل لها ولا فصل لها، تستطيع أن تقلي به، تستطيع أن تضيفه، تستطيع أن تطبخ به، ولن يحدث لأي شيء ولن يتغير في أي شيء، ولكن أنا دائما أنصح أنه يضاف بعد أن يستوى الطعام، يعني بعد ما نعمل الرز، بعد ما نعمل البيض، بعد ما نعمل اللحوم وكل الأشياء اللي نطبخها الخضروات، نضيف زيت الزيتون الصافي الأورغانيك المعصور على البارد. هذا هو زيت الزيتون أخواني الأحباب اللي نقول لكم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو هذا اللي راح تستفاد من عنده، وراح بإذن الله سبحانه وتعالى تحدث عندك وقاية من الأمراض، راح مناعتك ترتفع لأنه له تأثير على كرات الدم البيضاء. المواد البوليفينولز اللي قلنا لكم عليها تقوم بتغذية البكتيريا المايكروبيوم الموجودة فيها معاك، مما يؤدي إلى إصلاح الأمعاء من الداخل، يمنع الليكيجات اللي قلنا عليها الأمعاء المرتشحة، يقوم بإصلاح أمراض المناعة الذاتية، له تأثير رائع جدا على المفاصل، على أمراض المناعة الذاتية، على أمراض الجلدية لما يؤخذ داخلي ممكن أن تدهن به إذا ما كان عندك تحسس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة المباركة، وهذا الحديث صحيح. وهذا هو زيت الزيتون أخواني الأحباب اللي يغفل عنه كثير من الناس وكثير من الأطباء، وهذه الفوائد الخرافية حقيقة. لا
لا تنسى من اللايك والشير والسبسكرايب.